القرار الصحيح. كانت هناك مجموعتان من الأطفال يلعبون بالقرب من مسارين منفصلين لسكة الحديد، أحدهما معطل والآخر ما زال يعمل، وكان هناك طفل واحد يلعب على المسار المعطل ومجموعة أخرى من الأطفال يلعبون على المسار غير المعطل، وكنت أنت تقف بجوار محول اتجاه القطار ورأيت الأطفال ورأيت القطار قادما، وليس أمامك إلا ثوان لتقرر في أي مسار يمكنك أن توجه القطار. فإما تترك القطار يسير كما هو مقرر له ويقتل مجموعة الأطفال، أو تغير اتجاهه إلى المسار الآخر ويقتل طفلا واحدا، فأيهما ستختار؟ ما هي النتائج التي سوف تنعكس على هذا القرار؟ دعنا نحلل هذا القرار. معظمنا يرى أن الأفضل التضحية بطفل واحد خير من مجموعة أطفال، وهذا على أقل تقدير من الناحية العاطفية. فهل يا ترى هذا القرار صحيح؟ هل فكرنا في أن الطفل الذي كان يلعب على المسار المعطل قد تعمد اللعب هنا حتى يتجنب مخاطر القطار، ومع ذلك يجب عليه أن يكون الضحية، وفي المقابل إن الأطفال الآخرين الذين في سنه مستهترون وغير مبالين وأصروا على اللعب في المسار العامل؟ هذه الفكرة مسيطرة علينا في كل يوم في مجتمعاتنا، في أماكن العمل، حتى في القرارات السياسية الديمقراطية أيضا، يضحى بمصالح الأقلية مقابل الأكثرية بغض النظر عن قرار الأغلبية، حتى ولو كانت هذه الأغلبية غبية وغير صالحة والأقلية هي الصحيحة. هنا نقول إن القرار الصحيح أنه ليس من العدل تغيير مسار القطار، وذلك للأسباب الآتية. الأطفال الذين كانوا يلعبون في مسار القطار العامل يعرفون ذلك، وسوف يهربون بمجرد سماعهم صوت القطار. فلو أنه غير مسار القطار فإن الطفل الذي كان يلعب في المسار المعطل سوف يموت بالتأكيد، لأنه لن يتحرك من مكانه عندما يسمع صوت القطار، لأنه يعتقد أنه لن يمر في المسار المعطل. وكالعادة من المحتمل أن المسار المعطل لم يترك هكذا إلا لأنه غير آمن، وتغيير مسار القطار إلى هذا الاتجاه لن يقتل الطفل فقط، بل سوف يؤدي بحياة الركاب ويقودهم إلى مخاطر حقيقية. فبدلا من إنقاذ حياة مجموعة من الأطفال، قد يتحول الأمر إلى قتل مئات من الركاب، مع علمنا أن حياتنا مليئة بالقرارات الصعبة التي يجب أن نتخذها. لكننا قد لا ندرك أن القرار المتسرع عادة ما يكون غير صائب. الحكمة التي نستنتجها، وهي علينا أن نتذكر دائما أن الصحيح ليس دائما شائعا، الصحيح ليس دائما شائعا، وأن الشائع ليس صحيحا دائما. إبعاد العواطف عن القرارات المصيرية والحاسمة غالبا ما ينجيك من عواقب وخيمة أنت في غنى عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.